بعد التفجيرين الانتحاريين بمطار أتاتورك في إسطنبول، قامت السلطات التركية بتعليق كل الرحلات وإيقاف حركة الطائرات والركاب لتأمين الوضع. عمر جولال زميلنا في القسم التركي بيورونيوز الذي كان في أحد الطائرات التي وصلت إلى المطار يدلي بشهادتها. ما زلنا ننتظر على متن طائرة الخطوط الجوية التركية التي أقلعت من ليون، وعندما وصلنا قيل لنا أنه كان علينا البقاء داخل الطائرة لأسباب أمنية، لم تكن هناك معلومات أخرى والانتظار كان طويلا. بدأنا في الحصول على المعلومات من خلال شبكة الانترنت ثم بالتحدث مع أقاربنا عبر الهاتف. علمنا أن أمورا مروعة ومخيفة تجري في المطار الذي أصبح هدفا لهجمات إرهابية. صمت تام خيم على الطائرة، وكانت الرغبة كبيرة في التدخين. الأطفال كانوا قلقين. أتعس شيء هو أنه لا أحد استغرب بشكل رهيب بحكم ما كنا نسمعه كثيرا في الآونة الأخيرة وبشكل متكرر، ما جعلنا نعتقد أننا نعتاد على هذا النوع من الحوادث، وهذا أمر سيء مثل هذا الهجوم. في الساعتين والنصف أو ثلاث ساعات الأولى لم يكن هناك ما يكفي من المعلومات، ثم بعدها أعلن أن المطار كان مغلقا حتى وقت معين، كما أغلق أيضا لرحلات أخرى. من وقت لآخر قدم لنا الأكل والمشروبات، ولكن حاليا ليس لدينا ماء للشرب. أعلمنا بأنه سوف يتم إجلاؤنا في وقت قريب، وبعد أخذ الأمتعة قيل لنا أنه يجب علينا المغادرة دون دخول مبنى المطار. نحن لا نزال ننتظر داخل الطائرة، وهذا أمر شاق. لقد أخبرنا الآن أنه تم إخلاء الناس داخل المحطة الأولى، ليليهم آخرون في محطة الرحلات الداخلية. لقد كنا نحصل على بعض المعلومات من تويتر، ولكن الآن في الساعة الأخيرة اتصالات شبكة الإنترنت بطيئة جداً.